هاي الارضيه خشب يا ابني، صوت كنادركم عم ينقر على راس نار. اسفين سيدي، هلا نمشي شوي شوي تكرم. لحظه شوي، ممنوع حدا يفوت على البراكيه ولا بالصباطه، كله بيشلح كنادره برا قبل ما يدخل. يلا لك شو كنا عم نحكي ولك حيوان سيدي؟ والله ما سمعتك. لانك اطرش مدفى سيدي، كنت عم شيل الكراسي. انا سمحت لك تحطهم ولا لا؟ سيدي طالما انا عم بحكي بتضل حاملهم. حاضر سيدي، روح نقلع شلاح من رجلك ورجع. يلا سيدي، مشان الكراسي حطهم ولا؟ روح شلاح من رجلك ورجع فوتوا. حاضر سيدي. الضجيج اكثر شيء مزعج بالدنيا يا ابني، مو منيح ابدا للاعصاب. لحتى تكون رايق وتعرف تفكر بدك هدوء، اهم شيء الهدوء. بعدين المشي حفيان بيسحب الكهرباء من الجسم، يعني لازم تمشوا حفيانين لحتى ما تكهربوا بعض، احسن ما كهربكم انا بعدين. حاضر سيدي. انت لا تعطل حالك وتحكي، شيل الكراسي ويكتر خيرك. مو بتصير معكم احيانا لما الواحد بيسلم على الثاني بكهربوا؟ طبعا سيدي. شفتوا كيف؟ مشكلتكم انه ما بتعترفوا بالمنايح، يعني لو بتعترفوا كانت اموركم بخير. عم نعترف سيدي. بس انتم ما بتعترفوا الا تحت التعذيب. يعني هذا المسكين اللي شايل الكراسي شو بدي يقول الا انه منيح سيدي؟ مظبوط سيدي، مظبوط مظبوط سيدي. شو كنت عم تكسب علي ولا؟ لا 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 سيدي ابدا ما هيك، بس انا يلا بسرعه رتبوا المكان بدنا نبلش الحفله الاولى. لنا حاضر سيدي. ناصر وين؟ سيدي هلا طلع من الفرع، هو على الطريق جاي لهون. طيب يلا يلا على الشغل. حاضر سيدي. سيدي مشان الكراسي بل حاملهم ولا؟ يلا خليك حاضر. حاضر سيدي. حطهم شيلهم، حطهم شوي شوي.